هنتكلم عن انواع الضغط، تمام؟ حابب اعرف من حضرتك ايه هي انواع الضغط؟ انواع الضغط زي ما ذكرت لحضرتك وانا بقول الدرجات، فيه ضغط بيكون عباره عن ارتفاع في ضغط الدم الانقباضي فقط، ودي اللي بتمثل درجتين اللي احنا اتكلمنا عنهم، ودي حاله مش مشهوره او مش كتير قوي يعني، او يعني لا ما يعتبرش الضغط الاساسي اللي انا بعتمد عليه. فده بيكون بسبب مثلا تصلب الشرايين، او بسبب مرض في صمامات القلب زي مثلا مرض ارتجاع الصمام الاورطي، او زياده في افراز الغده الدرقيه، مرض السيروتوكسيكوزيس. ده بتسبب زياده في انقباض، زياده في الضغط الانقباضي، وليس والانبساط بيكون طبيعي. الحاله اللي هو الضغط الطبيعي الاساسي المعروف بيكون زياده في الضغط الانقباضي والانبساط، ودي بتقسم لحاله لنوعين، نوع برايمري ونوع سكندري. البرايمري اللي هو الاساسي او الغير معروف السبب، او اللي هو الضغط الاولي. ده طبعا بيجي في سن ما بين 35 ل 55 سنه، ممكن يجي في اقل من كده، وانا اعرف ناس عندهم ضغط اساسي في السن اللي اقل من ده. لان ولكن الحاله المنتشره زي ما حضرتك قلت من سن 35، ده في الغالب او الموست كومن يعني، الحاله الشديده المشهور قوي. ده غير معروف السبب، ولكن في نظريات. النظريه الاولى بتقول ان الناس اللي بيجي لهم الضغط في السن ده، او اللي هو البرايمري هايبرتنشن، الضغط الاساسي ده، بيكون فيه زياده في نشاط هرمون، زياده في نشاط الجهاز السمبثاوي، او زياده في افراز انزيم الرينين من الكلى، او زياده في افراز هرمون الالدوستيرون من الغده فوق الكلويه، او النظريه الرابعه بتقول القلق والتوتر بينشط، بتجمع النظريات اللي فوق دي كلها، بينشط الجهاز السمبثاوي، الجهاز السمبثاوي بينشط افراز انزيم الرينين من الكلى، انزيم الرينين بينشط افراز هرمون الالدوستيرون من الغده فوق الكلويه، انزيم الالدوستيرون بيعلي معايا الضغط. النظريه الرابعه، واحنا طبعا الخامسه اسف، واحنا اتكلمنا طبعا عن مقاومه الانسولين الحلقه اللي فاتت. لما بيزيد معايا الانسولين في الدم او يحصل مقاومه ليه، بيتم ان الانسولين زي ما اتكلمنا بيعمل ان هو بيدخل الجلوكوز والبوتاسيوم الى داخل الخلايا، فلما يقل البوتاسيوم بره الخليه بيزيد الصوديوم، فبيعمل احتباس ميه وملح، فلما يعمل احتباس ميه وملح بيزيد معايا الايه؟ الضغط. ان في نظريه بتقول ان الناس دي بيكون عندهم نقص في افراز المواد البسيطه للاوعيه الدمويه. ده الانواع كتير قوي. ما هو النظريه الاخيره اللي هي يعني الصحيحه واللي هي كله معتمد عليها، بتقول لك هو طبيعة الضغط كده.